شهر رمضان الكريم يعد صيام المؤمن سبباً لدخوله من باب خاص من أبواب الجنة يسمى باب الريان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غالي.